لتليفون مهم جدا مع المهندس فرج عامر رئيس هذه السموحه. يا فندم برحب بحضرتك. ازيك يا استاذ عمر؟ منور. ده بنور حضرتك يا فندم اللي دايما بتكون موجود معانا فيه يا فندم. ليا الشرف تحت امرك. ربنا يخلي حضرتك. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني مستوى نادي سموحه في تقدم، بتحققوا مكاسب يعني من مباراه نادي الزمالك، وبسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله عشان ما نحسدش بس حد، المستوى تحت امرك في تقدم يا فندم. يعني فاكيد عايز اعرف تعليق حضرتك يا فندم. الله يخليك ويبارك فيك. تعليق بقى حضرتك على المستوى الرائع بتاع سموحه. نعم. تعليق حضرتك على المستوى والاداء الجيد اللي بيقدمه كابتن احمد سامي ولاعبي نادي سموحه. والله سموحه في لعيبه مميزه جدا، وفي لعيبه كلهم يعني معظمه في بيجمع بين الخبره طبعا، ولكن في عدد كبير كمان من اللعيبه الصغيره قوي كلها يعني ترددت على المنتخب الاولمبي المصري. يعني سواء كانت بتلعب دلوقتي في المنتخب الاولمبي او قبل كده كانت بتلعب في المنتخب الاولمبي، فمعنى ذلك ده مؤشر ان هم على مستويات عاليه وبيكتسبوا خبره. والكابتن احمد سامي هو راجل يعني شاب مجتهد جدا وطموح، وهو من الجيل الجديد المدربين. وانا كنت شفته هو لعبنا 3 مرات، مره كان ماسك الجيش غلبنا 1-0، ومره غلبنا 2-1، وبعدين مع اف سي مصر غلبنا 4-0. فيعني احنا يعني كنا حاطينه قدام عينينا، ولما جت الفرصه احنا جبناه. وهو راجل عنده طموح زي شباب المدربين اللي طالعين الجداد، وراجل جدي وعايز يعمل حاجه. صحيح. هو عايز يعمل حاجه لنفسه وللنادي وللثقه اللي احنا اديناها له، ومعاه ناس كلهم طموحين زيه، وبعدين برضه معاه الخبره الكابتن احمد ناجي هو ماسك الحراس. فيعني ربنا يوفقه طبعا، وربنا يوفق سموحه يا رب ان شاء الله دايما يا باشمهندس. يمكن حضرتك النهارده كتبت على الفيسبوك او على الصفحه الشخصيه الخاصه بحضرتك ان في بعض الاشخاص او بعض الانديه او او او, أو حد معين كده كلم حضرتك بخصوص حسام حسن، وانا عارف ان حضرتك يعني بتعزيني جدا جدا، فحضرتك هتقول لي بقى هو مين او مين هم اللي عايزين حسام حسن؟ والله هقول لك بمنتهى الامانه. ماشي يا فندم. هو نادي اوروبي في واحده من 3 دول. تمام. هيكون يا بلجيكا يا سويسرا، هو انا عارف طبعا منين. يا في يعني هو في المنطقه دي، يا نادي فرنساوي درجه اولى. تمام. واحد يعني واحده من الدول الثلاثه دي انا طبعا عارف، بس انا مش عايز احدد بالظبط، انما عشان خاطر انت قلت بتعزني فانا حاولت اسهل عليك الموضوع. ربنا يخلي حضرتك. وهو قدم عرض يعني عمري ما تلقيته بخصوص حسام حسن. طب الرقم كام يا فندم اللي حضرتك؟ لا مش عايز اقول بقى عشان اصل لو قلت بتقف، انا اسف بقى. فهو وان شاء الله لما لو تمت ان شاء الله الناس كلها تعرف الرقم. يعني يا فندم خمسة في وش اي حد كده، 5 مليون دولار مثلا؟ لا والله. طب انا خليني اقول لك، طب والله العظيم انا جالي عرض ب 50 مليون جنيه في حسام حسن. طيب يعني بنتكلم في 2.5 مليون يورو مثلا. معرفش كام بالظبط. تمام. يعني انما انا وساعتها لما اتقالي المبلغ باليورو احنا حسبناه بسعر البنك المركزي في ذلك اليوم، الكلام ده كان من قيمه 6 ايام. 6 ايام او 7 ايام بس. فانا طلبت عقد مكتوب، يعني عرض مكتوب. عرض مكتوب. خدت بساتك وان يجي لنا العرض ده مكتوب، ولو حصل هذا الكلام هيبقى ان شاء الله حسام حسن اخر السنه خارج سموحه. طيب يعني بالنسبه لحضرتك العروض المحليه مقفوله خلاص، مفيش عروض محليه؟ مفيش عروض محليه يا فندم بالنسبه للكابتن حسام حسن؟ لا هو في ناديين عايزينه. بص انا عايز اقول لك يعني كلمه لوجه الله. طبعا يا فندم. حسام حسن ده احسن مهاجم كوره في مصر. تمام. هو طبعا السنه دي لعب معظم الوقت كان بيلعب في الناحيه الشمال، وده مش مركزه. اظن شفت حضرتك لما لعب راس حربه في ماتش الزمالك طبعا، وكان يعني هو مش فورما لانه كان بقاله فتره كده. شوف لعب ازاي، والايام الجايه هتشوف حسام حسن ده هيعمل ايه. فهو راجل مميز جدا، انا بتمنى انه يستمر في سموحه طبعا. الفرقه من غير حسام حسن ملهاش طعم. يعني العف يعني قدام، يعني كلهم لعيبه ممتازين، بس في مركز راس الحربه حسام حسن ده مميز جدا. لكن لو جه العرض ده، وطبعا هو ياخد مرتب هايل، فده يسعدني ويشرفني، يعني مش هقف في طريقه. طيب. وفي نفس الوقت مبلغ كبير لنادي سموحه، فطبعا انا
عمري ما هقف في هذا الطريق. اكيد طبعا يا فندم. يعني خلاص 7 جولات على النهايه، وبالتالي حضرتك صلاح محسن، ناصر ماهر، احمد فتوح، 3 لعيبه. حضرتك هل اتكلمت مع كابتن احمد سامي، او حضرتك قررت ان انت تمد الاعاره مره ثانيه بالنسبه للعيبه اللي موجوده من الاهلي والزمالك؟ اللعيبه اللي موجوده دي قرار مش قرار سموحه، اللعيبه دي قرار انديتهم وقرار اللاعبين انفسهم. لكن حضرتك ما اتكلمتش مع انديتهم يا فندم خالص؟ لا ما اتكلمتش مع انديتهم خالص، وطبعا ما جاتش فرصه ان اتكلم مع الكابتن احمد سامي، لكن ما حدش يقدر ينكر ان هم ناس ممتازه، يعني لاعبين مميزين جدا. فان شاء الله في اتفاق مع الكابتن احمد سامي ان بعد مباراه غدا ان شاء الله هيبقى في وقت ان احنا نقعد معاه ونتكلم بشان ال3 لاعبين اللي حضرتك اتكلمت بشانهم. تمام. طيب هل حضرتك لو الاهلي بالنسبه للاجانب اللي موجوده عنده في الوقت الحالي، لو الاهلي عرض على حضرتك انك تستعير مثلا لاعب زي جيرالدو، هل حضرتك منفتح لفكره زي كده، او شايف ان جيرالدو ممكن يفيد سموحه بما ان حضرتك دايما بتبقى عينك على اللعيبه اللي في الاهلي والزمالك على سبيل الاعاره مثلا؟ هو في الاهلي لعيبه ممكن تفيدنا، وفي لعيبه ما تقدر يعني مش هتفيدنا. فانا طبعا حفاظ على شعور ومكانه اللاعبين مش عايز اتكلم، لكن طبعا الاهلي فيه لاعبين اجانب مميزين جدا ما حدش يقدر ينكر ذلك، لكن هي تعتمد على كل مركز احنا عندنا فيه مين. فلو الاهلي عايز يعير 3 مثلا من ال3 دول احنا ممكن ناخد واحد. مين هو يا فندم؟ محتفظ باسمه بقى. طب ما هو ده يا فندم، ده احنا بنتكلم عليه كويس، يعني هنتكلم عليه كويس. احنا ما نقدرش نبقى ما يكونش عندنا الامكانيات ان احنا ندفع مرتبه. ما احنا طبعا زي ما انت عارف ماشي يا فندم، ما هو يعني ممكن لو حضرتك قلت الاسم. لا مش جيرالدو، لا هو حد من رؤوس الحربه. بس جيد هيسافر بره. يعني حضرتك عايز بادجي؟ حضرتك عايز بادجي؟ لا بادجي، لا بادجي خلاص يبقى ازارو يا فندم. يبقى ازارو يا فندم. يا ازارو يا جيد طبعا يفيدوا سموحه فايده كبيره جدا، خاصه في حاله رحيل حسام حسن. بس النادي ما يقدرش يدفع المرتبات دي. ما هو يا فندم لو حضرتك بعت حسام حسن ب50 يا فندم ممكن تظبطها. لا ده لو بعته هستخدم الفلوس دي عشان اصرف عليها. صحيح على الفرقه كلها. طبعا يا فندم طبعا يا فندم. بس سيادتك نعم. لا بقول لحضرتك مظبوط يا فندم، انا بهزر مع حضرتك طبعا. طبعا لا هما مثلا ازارو واجاي دول هايلين جدا طبعا ناس بس طبعا دول يعني لهم اثمان غاليه جدا وعرضتهم هتبقى غاليه جدا. وبعدين انا عارف ان اجاي عنده عرضين، اظن عنده عرض في تركيا وعنده عرض لنادي الماني، ده عنده كذا عرض. صحيح. وبرده ازارو برده عنده كذا عرض كلها خارج مصر، يعني احترافات كبيره، هم لعيبه كبار قوي يعني. نتمنى بس العين بصيره والايد بصيره. لا يا فندم العفو، نادي سموحه بسم الله ما شاء الله في وجود حضرتك يعني طفره غير طبيعيه انشائيه ورياضيه. وانا فندم بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على وجودك معايا المهندس فرج عامر. بشكرك يا فندم رئيس نادي سموحه وتعليقه على مشوار نادي سموحه فيها دوري، وكمان موقف نادي سموحه من اللعيبه اللي موجوده فيها الوقت الحالي.